كما نفت بلدية الكويت صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السماح بإقامة المخيمات الربيعية لهذا العام. وأوضحت البلدية في بيان صحفي أنه لم يصدر أي قرار من قبل لجنة التخييم حتى الآن بشأن السماح أو الإلغاء، وذلك انتظارا لما تقرره السلطات الصحية جراء ما تشهده البلاد من ظرف استثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.